مرحبا يا شاربل. انا كنت من شوي كنت فت على الجروب وكنت مهتم انه مفكر اني اعطي لايف ستريم على اليوتيوب مناسبة لانه كل العالم عاد بيوتر، فهذا جرب حلو. سوسي ان سيمي سيركل دو ديامتر افي، هذا سيمي سيركل لكن لازم ارسمه شوي تحت بس ما بقصر. يعني هي تجربة بالنسبة إلي أنا حابب إن تصير العالم بتصير تعطي لايف ستريم على اليوتيوب، بركي إنه كمان بقدر أشجع حدا. دو سونتر أو دو ريون أر، دونك ديستانس من لهون أر بار إكزومبل، إي إت أن بوان سور أ بي، أنا عم بقراها هون على الكمبيوتر على فكرة. I est un point de sur A B. A B نص لينيا. ف A B. I est un point sur A B. À l'extérieur de C. ف ما في حط الإي هون لأنه قلنا à l'extérieur de C. برا يعني. لو ما في حط إي هون هون هون. فرضا إي هون. أنا بعرف أنا عاملة وحدة اثنين ثلاثة وحدة مش كتير ظابط ما بيأثر. تل كو بي اي بلو بيتي كو ار، بي اي بلو بيتي كو ار، دونك ديسونس مالها هون اصغر من هاي، تعال نختارها هون الاي تقريبا. هلا ما بيسوى ناخذها نص، يعني هيدي مبينة شوي نص الار، ما هيدي كارا شوي بركيلي ما بنحبها كتير، فهيدا ناخذها شوي على ثلاث ارباع. بتقلي ثلاث ارباع كمان مش منيح مزبوط، بس انه ما بيأثر يعني. هلا مفترضين نحن الديستانس مالها هون، اكتبها الكونديسيون شوي على جنب لحتى اتذكرها. بي اي بي بيتي كو ار، اربع شوي ممكن نعيد الرسم بس هلا بينتو البرفورمانس هي لا تانجونت. فاذا لا تانجونت مني دو اي ا سي، من الاي بدنا نعمل تانجونت على سي. هلا السي بنرجع نتذكر سيمي سير كمان سير كامل، فهتا نحطو تانجونت. هلا كم تانجونت عندي؟ ما عندي الا هاي، هاي التانجونت. اوكي هاي حنعمل هاي التانجونت. التانجونت كوب هيدي اون ان بوان، هيدي هي ميزته، منا سيكونت منا هيك، ان بوان ما في غيرها. هلا بتقلي هون مبين كانه في اكثر من نقطه، لانه هيدي مشكله بالرسم يعني. حتى انت لما بتعمل بس هي دائما نقطه واحده، يعني ماتيماتيك مو نقطه واحده. طبعا دغري هون قبل ما اكفي السؤال، انا دغري رح احط هيك ريون دغري، رح احط هون 90 دغري، ضروري 90 دغري لانه هيدي بروبريتي. اي تانجونت هي حتى هاي التانجونت بتعمل هيك، تحط دغري 90 دغري. انا ريون توجور بيربونديكولار على تانجونت. دونك لا تانجونت هيك نقرا سوا، لا تانجونت مني دو اي ا سي لو كوب ان ام، مني دو اي ا سي لو كوب ان ام. Tracer la figure partie de A. Montrer que les deux triangles IBM et IAM sont semblables. IBM. Je vais vous dire que vous avez dit IAM. Ok, je vais vous dire 90. Donc l'angle IMA est un peu plus grand. عم بيقول لنا بتعرف احلى شيء بهيك حاله، يعني انت ما بيمنع على فكره بالامتحان اعملها على خرطوش بالاول هيك ما بيأثر، بعدين ترجع بترسمها على السريع لحتى تشوف حجم الرسمه وهيك، ما بدك تتلبك رعب. هيدا يمكن انا هون ما يقديني، بس انت رح تعرف لحالك بترجع تنزلها لتحت ترجع ترسمها. دونك اي بي ام، هيدي اي بي ام، اي ام ار او اي ام. اوكي طيب لحد هون برهنوا اثنين تريونجل سومبلاب، رح تبرهن دو تريونجل سومبلاب. بدك رح ارسم هيك دو تريونجل سومبلاب هيك بالكا، انا على خرطوش كله عم بشتغل انا هون. هول دو تريونجل وهيدا تريونجل تاني بيشبهوا بس اكبر بشوي. دونك لتبرهن سومبلاب لازم انجل ايجال انجل، انوتر انجل ايجال انوتر انجل، الى تروازيام انجل ايجال لا تروازيام انجل.
ما ضروري تضلهن توازيان، بكفي تاخذ انجل ايجال انجل، نوتر انجل ايجال نوتر انجل، بزياده تلتها لحالها بتطلع. دونك بهيدا هدفنا من برا. طبعا في بروبريتي غيرها بس نحن حنهتم بها، يبين انت هيدي الاسهل. ليش انت الاسهل؟ لانه شايف انا انجل كوما، هيدا الاي هيدا انجل موجوده باول تريانجل، موجوده بتاني تريانجل. على فكره رح العب لعبه انا هون. اول شيء لازم انت بالمنظر تشوف انه الانجل اي مشتركه. طيب عاد عندي هون انجل بي، وهيدا هو التريانجل الثاني. الانجل بي بين انجل كبيره، انجل ا بين انجل صغيره. دونك مستحيل البي بهذا التريانجل تكون بتساوي الا بهذا التريانجل الكبير. فالبي بهذا التريانجل لازم تساوي الانجل الام بهذاك التريانجل. اوكي، يعني اذا بدي ارسمه هيك بدي اذا بدي احط ان شاء الله. انا ما بعرف وين انت مشكلتك بالضبط، بس انا امشي شوي بالتفصيل ما بأثر. اعمل هيك هيك اعمل هيك، هيدي بي هيدي اي هيدي ام وهيك. والتاني ليك شو حنعمل؟ انت ما كنت شايف. والتاني رح ارسمه على نفس الشكل هيك مثل ما هو محطوط. هيدي اي اللي هي هي ذاتها الاي، بس انا هلا فصلتهم عن بعض هيك اريح للنظر. هيدي ام وهيدي ا. على فكره في شغله حلوه باللايف ستريم، انه انت بتشوف الاستاذ هو عم يشتغل فعليا، بتفرق شوي عن الفيديوهات التعليميه الثانيه، انه بتشوفه كيف عم بفكر على صوت عالي. وهي شغله منيحه لاي تلميذ. دونك اي ام ا، اكيد كنا عم نقول هيدي الاي هي ذاتها الاي. اكيد هيدي الانجل ام اللي هون، هذه هي زاد الانجل بي اللي هون. رح اعملها 2 وهيدي رح اعملها 2. دونك الفو ديمونتري سا، او انك تبرهن هيدي الصغيره اللي هون اللي هي الانجل بي ام اي كون هي زاد بتساوي الانجل اي ا ام. ما في الا هيك. طيب الاي مشتركه، ما بعرف كيف بدنا نبرهن هلا الانجل الثانيه. الحقيقه مثلي مثلك يعني. هلا في عنا طريقة تانية اللي في فيك تفوت رابور، اسلوب تاني لتبرهن دوت رانسوم لاب تفوت رابور، بس ما بعرف هون كيف بدنا نفكر فيها. نشوف الهيبوتيز. نرجع للدومين. اذا بتلاحظ بالسؤال نلقي نظرة شوي على السؤال، بتلاحظ انه الدومين وصلين لدرجة اوكي. بعتقد لقطة، بعتقد تنشوف تنجانت هيدي انجل لقطة. او هيدا السؤال بصراحة لئيم، وهذا السؤال بعد اسوأ من هيك. يعني هذا السؤال عادة انا اللي حسب ما انا بعرف هذا السؤال ما بيجي بالامتحانات الرسمية، ولكن رح لك اياها. هيدي بروبريتي انتو اخذينها بالصف الثامن. العلاقة بال طلع رح حط هون سيركل. وعادة هالاسئلة هالسؤال هيدا هلا حتشوف عادة ما بيمرق بالامتحان الرسمي هيك بعتقد. ليك اذا انت عندك، اذا انت اخذت نقطة هون وعملت هيك اوكي. هلا هيدا ارك، هيدا ارك، هيدا الارك الكورسبون ان انجل كورسبون ا سات انجل. في بروبريتي بتقول انه هيدا الانجل هاي بتساوي على نفس الارك، اذا بتاخذ هيك وحده ثانيه هيك بتساوي هالانجل، بعد اذا باخذ وحده هيك كمان بتساوي هالانجل، بعد بتساوي هالانجل، بعد ليك رح اقربه هيك شوي. شفت كيف؟ هيدي هي الانجل هيك هيك، هيدي هي الانجل. طالما هي لازقه طرفها وطرفها بهالارك، دونك كمان هالانجل بتساوي هاي بتساوي هاي بتساوي هاي. ليك شو رح اعمل هلا؟ هيدا في طوله انا هيك اوكي. هلا ليك شو رح اعمل؟ رح احشر هيدي هون هيك، بقرب قرب قرب قرب، بصير هيدا السيمي لينيا هيدا بصير تانجانت.
يعني اذا بحشرها 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 بتصير هيك لزقت فيها وصارت تانجنت، بيطلع عندك انجل اللي هي هالانجل كمان هالانجل بتساوي هاي بتساوي هاي بتساوي هاي. هاي بروبريتي اخذناها بالصف الثامن. دونك بتطلع هون هيدي تانجنت وهيدي فاتحه على اي ارك؟ على الارك ام بي. دونك هيدي هي الانجل بتساوي اي، انتبه ارك ام بي ها بتساوي هي الانجل، لانه هيدي الانجل كمان فاتحه على الارك ام بي. في شرط هون، شو هو الشرط؟ انه كل النقاط اللي بدك تاخذهم يكونوا على السيرك، هيدا هو الشرط. اوكي دونك هيك بنكون برهنا هلا انه سيت انجل ايجال سيت انجل. اوكي عندك هاي بتساوي هاي وعندك انجل اي كوما، دونك صاروا سامبلاب. هيدا نحطهم بال بال بالهيدا. هلا في شيء لازم تنتبه له انك تكتبهم بالترتيب المناسب. دونك انا راح احط ا اي ام، شغله حلوه هيدا باول تريانجل، ثاني هلا بالتريانجل اللي تحته تحت الا حط الحرف المناسب، هون شغله بتساعدنا شوي بالرابور دو بروبورسيوناليتي او هيدا. انجل ا هو اللي بيقابله اي انجل برهناها بتساوي ا بتساوي الام، دونك تحت الا راح احط ام، تحت الا راح احط ام، تحت البي تحت الاي وينها ا اي ام، تحت الاي راح احط اي وتحت الام راح احط بي. البي ليه عملت هيك؟ لانه هيدي شوي بتساعدك بالرابور دو بروبورسيوناليتي، بتصير انت بتقول هلا ا في بتصير بتقول سيجمون ا اي لونجر اي سور لونجر ام اي ايجال لونجر اي ام سور لونجر اي بي ايجال لونجر ا ام سور لونجر ام بي. هيدا برابور مشهور، هيدي دغري فيك تعمل لها ديدكسيون من وراها. نطلع هون ديدوير كو اي ام ايجال اي بي فوا اي ا، ديدوير ها هي بتطلع من الرابور دو بروبورسيوناليتي اللي هون رح اكتبه على السريع. ا اي سور ام اي ايجال اي ام سور ا اي سور ام اي ايجال اي ام سور اي بي ايجال ا ام سور ام بي. اوكي هلا اصلا هي الديدكسيون الوحيده اللي بتطلع من من السامبلاب، يعني تقريبا هيدي هي تقريبا هي. دونك بتطلع هو عم بيقول لي ام وكاري، دونك اذا بتعمل هون انه هو اللي هيك هيدا هل ايجال بينزل لهون ايجال هيدي اي ام اي هي ذات اي ام ام اي فو اي ام يعني اي ام وكاري اي ام فو اي ام يعني اي ام وكاري، وهيدا الاي بي بيروح لهونيك اي فو اي بي اي بي اي فو اي بي. هيدا هي هيدا المطلوب انك تبرر هاي بارتي بي. اوكي بارتي 3 لا بيربون بتعرف رح بركي رح اعمل هلا ابلود له او ان شاء الله يكون سؤالك بالان والدو. هلا انا عندي شويه شغل ف بركي بكفي لك اذا بدك تبلي على الفيسبوك كذا، بكره بكفي لك ان شاء الله او شيء. اوكي يلا باي.